شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم اموسا جيمز، وانا سمسم وريم. وانا ريم. اوكي. بس راح اسوي تحدي جديد، هو الكاو بلانت. اللي ما يعرف كاو بلانت، هو زرعه شكل بقره تبلع اي احد، تغري اي احد بكيكه وتبلعها. الموضوع بالتحدي هذا كله ان نسوي سم، اي سم عشوائي، ونحطه بالبيت معين، نخليه يروح يدور على البذره هذه ولما يزرعها. اذا بالنهاية اللي زرعة كلت الشخص السم معين يفوز. هذا بالتحدي. أوكي؟ أوكي. فهمت؟ أول شخص يأكلونه هو اللي بيموت، صح؟ إيه. أول واحد ذاك ينوكل. فسوي راندومايز. واو. هذي طلعت مع بعض ولا؟ إيه، مع بعض. الله حق اللي يتحمل كب. لا لحظة، شايكم سوي راندومايز؟ يعني بسرعة، يا فهمت؟ نختار واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشر. إيه بسرعة، عشر وقف. أوكي. والله في بيت حلو، بس ما ادري اقول. بس شلون اختاري نفس بيتي؟ عاد مدري واحد ليش بي بيت اصلا، بس ما اقدر احطه. ليش ما يلا جيت للمدينه؟ انت وين سكنت؟ وين سكنتوا؟ احنا انا بولا كريك، اول مدينه. انا كانها صحراء. ليه ما نسكن في اوس سبرينجز؟ عشان هذه المدينة الصحراوية. أنا أكره الصحراوية يعني؟ عشان قريب مننا يكون اللي بنروح نصيد فيه. النهر؟ إيه، ورا بيتي نهر. زين. بس ما أقدر أصيد منه. ما يخليني. رجعنا من جديد. صار في شو اسمهم؟ تقري الأشو؟ لخبطة. قطع. وهذا البيت الحلو مالي. انا الوحيده اللي راضيه بالبيت. انا مصممت. انا زيك. انا مالي مصممت انا هذا. وين انزل؟ فشنو نسوي؟ اي بروح الحديقه. نروح الحديقه. عاد وين الحديقه الحين؟ روحي عند اضغطي ام يطلع لك على طول. يلا. اي بنات، اتوقع لازم نروح الحديقه اللي عند الديزرت روم. اي عشان نطلع البذره. انا ناسيه. إيه. وين هذه؟ اللي الديزرت. هذه اللي بالصحراء، اللي بالنص. اي 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 هذه هي. في بحيره هناك، تعرفينها انت مكانها بريم؟ إيه. تدرين ترى ورا موجوده. عاد ترى فكره، انا ولا عمري من تدح هذا اللي هني. قوم قوم يا مالكم. مالكم مسدح والله العظيم. ايوه. المكان ورا عند الحجار، في هنا بحيره صغيره، في بحيره ورا. اوكي يلا نروح جو فيشينج. طبعا راح نروح نخليها الصيد. ليما انا طبعا حقي خليتها ولد صيد سمكه في المحاوله الثانيه. تي ولد. اوكي زين. اوكي الحين قاعده اخليها تصيد. لما تصيد سمكه الكاو صح؟ اي البذره. اتوقع انها تقعد تقريبا كم سكيلز؟ ما ادري بس اتوقع ثلاثه، اتوقع لانها بسرعه. فيه انت بسرع وقت. ففش في وحده كيوت جلسه هنا. اوه البحيره هذه صد فيها يقول انها كرافتي، انها صادت جولدفيش. ان البحيره اللي فيها البذره نفسها اوريدي. وين عيل؟ بروح بحيره ثانيه. قلت لك في بحيره صغيره بس ما ادري وينها. اي وحده؟ اللي في الحديقه نفسها ولا البدايه؟ اتوقع والله الناس كلهم قاعدين يصيدون وياي. زين والله انا كل اللي عندي ايه جالسين يلعبون. زين انا منو عندي هني؟ ابي يلا. وينهم؟ يو نعسانه. لا انا ما لقيت البحيره. شوفوا روحوا ورا 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 مرة.
جوع عند اي ورا ورا الحيل اللي شو اسمه زين الصغيره هذه ما تنفع لا لا اي صغيره في واحده اصغر منها شوف ماج قاعد تصيد فيه في واحده اصغر منها عندها كذا شيء زي كهف لحظه هي تبي الحمام بلشتني والله حتى انا ما تبي الحمام بس تولي كبيره هي كبيره طيب عادي عادي نستخدم اي الكهف اي شفته شفته هذه رحت لها رحت لها الله صادت ورده اي حتى انا ورده حمراء الرو وين تتكلمون عنها في في بحيره بعيده سمسم بعيده بعيد في شكل كانه كهف اي كان لقيته في واحد قاعد يصيد في الزاويه اي بس خلت اخذ ليفل 3 على الاقل اقدر ادخل كهف لا او يا يا شكلي بخليها تنام في الحديقه اذا صوتها صوتها روح البيت روح البيت صوتي عالي كم السكيل عندك انا 2 3 كانت بسرعة كانت بثري يس انا 2 ما ادري لا لا خليها 3 قد ايش خليها 3 روحي 4 سمكات يلا صيدي صيدي بسرعة روح روح البحيره هذيك روح البحيره هذيك اللي قلت لكم عنها اي احنا عندها الكهف اوكي ف هي اسمها بيتا ولا لا 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 لا, 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 لا اسمها كابان صح ولا إيه إيه بيتا شكلها مره مره حلو ايش بيتا ما قولوا انتوا لو تقفلوها يا حيوان لا يو بتروح البيت روح البيت لا لا اكل سمكه مو سمكه سمكه فقط تدري شلون تبين ما راح ترجعين البيت ترجعين مرة أكيد ثانية أكيد مجوعتها صح؟ لا لا كانت ماكلة بس أنا ضغطت الغبية أنا ضغطت عليها وضغطت إيت أحس بالمفلية يعني بس عارفين السمسري بلانت إن أزرعي على طول ونسيت نسيت من قهرة من نارة لقيت أموسة مرة ثانية نزرع ما يصير تأكد البحيرة نفسها البحيرة اللي أنا فيها أوه هذا بالتحديث الجديد حقيقتي خلاص بيتنام التحديث الجديد عطني عطني الفاكهة أنا مو نايمة أنا مو نايمة أنا مو أطبخت مرتين لا أنت ما جا ما جاكم أنا ما أحب أطبخ خليهم يأكلون أي شيء جاهز لا بالتحديث الجديد مسوين نفس يعني كل النيبرز عندكم يجونكم البيت يسلمون عليكم ويجيبون اكل معاكم اكل معاكم والله كيف حال ونعم هاي وينه وين وديته بالكيكه ابو الكيكه خذ الكيكه كيكه شنو الكهر بعد ولا لا لا هم يجيبون يو هم يجيبون مود لا لا مو مود اخ ماي خلينا نحطها برا الجيران يجون يزورونك بس انهم يجون اكل معاكم اي معاهم اكل نفس الايفنت يعني ما بينقلعوا ادلفوا حتى الكيكه احسن ان خسروا علاقه معاها واحده قالت واحده كانت في جس يو ار نوت وونتد هير اي والله ما بيكم والله ما بيكم يعني كان حتى الكيكه اللي جبتوها لي كلتوها اخذوا الكيكه معاهم إيه؟ حقتي طبخت مرتين وخلتها وراحت نامت ويوم ما كلت للحين ميتة جوع ويوم قامت الأكل معفن يعني لازم نطبخ مرة ثالثة أتوقع لازم منو أنت زهقت لشوي أسوي احتياجاتها راح غثتني زي روحوا تسمي روحوا روح حديقة لازم لحظة ميتة جوع من أمس خلت تأكل أكل أكل معفن زين خلت تأكل الأكل معفن رايح فوق استانسي استانسي شكلي بطول على كم يوم تنبت ترى فكره انا ولا عمري زرعت النبتة البقرة هذه حتى انا ولا انا عمري مو ولا عمري يمكن بس 3 مرات لعبت سيمز 4 في سوشيال اوه جونا الجيران اي اي هذا هو السوشيال ايفنت نعم جاني جوني زيست هذاك اللي شارع اصلا عند الباب انا بعد جوني بس بس قال لي ويلكم تو ذا نيبر وراح اه شارع حلو ما ما اعطاكم اكل ما اعطاك شكل ما جاب لي شيء حتى يده فاضيه يا حلوه صار طلعت ما صار انه لا لا طلعت صغير البيبي تهبل حتى خشمه كنا خشم ما ادري هو خشم قرى ولا خشم خنزير تكرمون قاعده تغني بالشاور اي حتى انا
اوكي هي تبي سوشيال، خلنا نمسك هذا جوني. وراح طفى، ما من النت شغال. جبت الكاو بلانت اخيرا. يا انا اخر واحده. انا قاعده اخليها تغني اصلا على ما اوكي. تعالي تعالي سقيها. كيف اروح البيت من كثر ماني فرحانه؟ نسيت. وي صوت فايولنس. لا تاكلينها، لا تاكلينها. شكلي بنام قدام الساسة. في حد يغني؟ أوه ستة ستة، هذه هي كاو بلانت بيري. أيوة أخيرا. يلا خلاص روحي البيت، روحي البيت، روحي البيت. إيش فيها؟ What did I just eat؟ ما حد يهتكلين. تخيل كلت هذا، ما جاكم ضيوف أعطاكم فروت كيك؟ أقول لك جونا يدهم فاضية ما يستحون. أبي أنا واحد أعطاك اللي ضيف جماعة فروت كيك قص منها شوية وعطانا، يعني الله يجزاه خير. لا سمم كلت. إيه فكلت تقول What did I just eat؟ تقول لي إنك تودينها المستشفى صح؟ أتقبلي الأكل من الغرباء؟ يقول Does anyone really eat that fruit cake stuff؟ أحسس في نفس بيتي. ليه؟ ما أدري. إيه أي بيت أنتي؟ أنتي بيت اللي وراء ديناصور صح؟ في غرفتين نوم. إيه؟ هذا وين بعد؟ لا وراء بحيرة نهر نهر. إيه نفس بيتي. هذا أي مدينة؟ اللي صالتنا لونها بني صح؟ إيه. رحت انت كلكم للصحراء؟ ايه ابي انا وحيدة عندي اللي باسمه ويلي كريك. استنى مع بكرتي. هي بيوت فاضية كلها الالعاب القديمة. ايه زين تبي سوشوال مزيجة انت شنو ما قلتيها لون لون ولا حقي من كثر ما هو مرة مرة حزين يروح يبكي ويرجع. كرايت اوت. يروح يبكي ويرجع يا حياتي. ليش حاطتها ايموشنال ولا لا حاطتها؟ ما حطيت فيه شيء يعني انه يبغى، بس انه يبغى سوشيال بس يكون هابي لانه لونر. مو لونر، ما حطيت لونر. اها لا انا حاطه اصلا لونر شرفتك منها، بس طبعا طلع العكس سوشيال لحد الحين ينقص. ايه سوشيال انا عندي احمر احمر بس ينقص بس اقل يمكن، او يعني لون ما يبغى يكون مع ناس كثير، بس يعني لو شخص واحد زين. لحظة وش ذا الوجه؟ مدي نامي يمشط بس يهبه شو زي بسوي بيل بيل البيت وصخ. لا شو لحد الحين ما توصخ بيتي يعني. انا حاطة المغسلة برا. ليش؟ روح الحمام ما في مكان لها بالحمام. أهم شيء في مغسلة. اوكي طلعت؟ ايه الفيس بس. ايه انا زيك ناخذ لها صورة. او كيوت. كأنها خنزير. اي ولد ولد. يلا انزين يلا، يعني كم يوم تقعدين انت علينا؟ يمكن لازم نعتني فيها اكثر. يمكن زين شنو تنفعنا فيه؟ ما تسوي شيء؟ اذا تقتلين احد من النيبرز اللي عندك غثينش هي تسوي اللي عليها. بس بس خليها تعالي. اوه ديانا. ديانا ولا منو؟ كاترينا جاية عندي. انا بطن شفت بديدي بحهم خوات. انا محد الا هذاك بس نسيت اسمه جوني. ايه جوني. كاترينا واختها اللي شعرهم احمر واصفر صح؟ ايه تدرون كنت احسبهم ثلاث خوات بعدين اكتشفت ان هذيك امهم. ايه هذيك امهم. تدرين اصلا بالسمس هم كانوا موجودين بسمس 2 وسمس 2 الأم ما كانت موجودة، كانت بس هم الكبار الخوات بس. بسيمس فور هم حطوهم أصلاً.
حتى نفس العائلات بكل السيمز. ايوه كبرت كبرت. لحظة الحين ما ادري شلون يعني في دربيت اشوف شنو بالضبط اصلا. والله بريوذ اول مرة تزرعينها ام موسى؟ اي اول مرة. خلينا نشوف لازم نطلع الكيكة من حجة عشان توكلنا. الله يا حلو. شنو احسها كلب؟ ما احسها. ما ابغى ما ابغى يموت. هو ما ادري اذا يموت ما يموت. في علاقات مع نوافل. ايوه طلع. يلا يلا ترى خلص خلص صوص. لا 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 تاكلين لا تاكلين. لازم الجوع راح يبغى. انا قلت ايش تاكلين يا عشان مثلا اذا حطوا الكيك انت تاكل منه فهمتي؟ نفس اللي يعني امسحي الثلاجه شكلي بسويها. وين الزباله؟ انا تذكر مو حاطه زباله. تموت من الجوع بس. بلاي وود هو اخليها بلاي وود ولا اخليها؟ خليها بلاي وود يمكن كذا تستفزينها. ما ادري ايش السالفه معه مع انه خلص كله خلص حتى شكله يهب القرونه الحلوه هذا والجرس اللي تحت. في جرس تحت صح؟ اي جرس اللي من الحين شو السالفه معه؟ استني لازم يطلع الحل جماله وما يبي ياكل كلش. اذا نحلبي ما في حلبي صح؟ ما في. خوش هذه بقرة حقيقية ولا شنو؟ قاعد يرجف. انت بعد ولد؟ لا لا البقرة قاعد ترجف. هي بقرة ولا لا ثور صح؟ لان فيها قرون. والله ما ادري. ايوه طلعت ايد ذا كيك. ايوه ايد ذا كيك مركزة انا. ايد ذا كيك ايوه اكلتها. ماتت ولا لا؟ طلعت رجعتها. ايوه اكيد لا عجبتها. لا نفس. اوكي شكلي فزت انا بالموضوع كله. انا وريم مع بعض. أنا إيه لسه جالسين نستنى. انا يا اختي والله انا حاسه بالي ان يعني اذا يوم راحت مني ال اللي اكيد اي بخسر وكذا. حتى ضربون قبلي استغربت ما طلعتوا يعني. خلصنا التحدي والفايز انا مع اني كنت يعني خسرانه بلحظه. خليت توكلتها توت البيري كل شيء. بس سبحان الله شكلها قاعد اقول لكم السم مالتي اسمها ماري ذا كاو ولبستها طبعا قميص المكرم هذا اللي خطوط ابيض اسود لبستها الشكل كنا قرون. فواضح واضح البقره تبيها. اوكي خلصنا هذا تحدي ثاني. اذا عندكم اي تحديات اي تحديات قولوا لنا نسويها. و ريم تعالي تعالي نبكي بالزاويه تعالي. يلا يلا ليش يشوفونا. اوكي يلا نشوفكم على خير ومع السلامه فور اول. باي باي باي. نشوفكم في التحدي الجاي. اي طلعوا لنا تحديات تبونها. يلا مع السلامه. باي.